السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ النهاردة ان شاء الله المحاضرة الثانية في البري كلينيكال ستاديز او السيفتي فارماكولوجي ستادي اللي انا بعملها عشان اعمل اسسمنت للإفكت على السنترال نيرفس سيستم. الجزء الثاني ده اللي احنا هنتكلم فيه عن الاسسمنت اوف هاير كوجنيتيف فانكشن ان بري كلينيكال ترايلز. المرة اللي فاتت اتكلمنا على انترودكشن للسي ان اس والدراجز اللي ممكن تأثر عليها وايه هي الادفرس افكت اللي ممكن تظهر بسبب الدراج انه يعدي البلاد برين بارير، واتكلمنا على الستاديز اللي بعملها ككاتيجوري A او الكور باتري ستاديز. النهارده هنتكلم على كاتيجوري B او السبلمنتري ستاديز اللي هي مينلي الاساس بتكلم على assessment للcognitive function، بالاضافة انا كمان هشوف assessment للdependence وهاخد فكرة كده على electrophysiological examination. طيب learning objectives by the end of this class، المفروض ان احنا هنعرف ايه؟ هنعرف ايه هو cognition والmemory والattention واللearning. يبقى definition للcognition الmemory attention و learning. بعد كده ايه هي الفاكتورز اللي بتعمل ميديوليشن للميموري و learning؟ ايه هي نيورو ترانسميترز اللي لو حصل فيها imbalance بتأثر على الميموري و learning؟ ايه هي الفارماكولوجيكال او الثيرابيتك كلاسز اللي كان افكت الكوجنيشن، طبعا اللي هما بيأثروا على النيورو ترانسميترز اللي احنا هنتكلم عليها. واهم حاجه في الموضوع ان انا بشوف بقى ايه هي التيسس او الاستاديز اللي انا بعملها علشان تو اسس الكوجنيتيف فانكشن او تاثير الدواء بتاعي على الكوجنيتيف فانكشن، وايه هي الليميتيشن بتاعه الاستاديز او التيسس دي. كمان هناخد فكره على الالكتروفيزيولوجيكال اكزامينيشن و تيست للدراج ديبندنس لايبيليتي. يبقى هما دول الثلاث حاجات اللي انا هشوفها في كاتيجوري بي اللي هي الكوجنيتيف فانكشن electrophysiological examination و drug dependence. واخر حاجة اللي هي هنقول ايه هي ال principles of good experimental design. نبدأ كده ناخد شوية definition، ايه هي ال memory، ايه هي ال cognition، ايه هي ال learning و ال attention، وايه الفرق ما بينهم. اول حاجة ال memory هي process in which information is encoded, stored and retrieved and implies تتضمن the control of behavior by preceding events. يبقى هي process in which information is encoded, stored and retrieved and implies the control of behavior by preceding events. للتسهيل علينا ناخد كده example الطفل الصغير البيبي لما بيشوف النار مثلا هو عايز يقرب منها، فاكرها لعبة حاجة شكلها حلو بالنسبة له، فلو مرة عارف ان هو يوصل للنار او لحاجة مثلا على البوتاجاز سخنة فهو هيتلسع، تمام؟ فهنا بقى فيه عنده اتكون ميموري ان دلوقتي الانفورميشن انكودد وستورد اتخزن عنده ان النار دي بتلسع، تمام؟ طيب لما يجي يشوف النار مرة تانية هو يبتدي يسترجع الميموري بتاعته الانفورميشن، يعمل لها ريتريفت وبالتالي هيبعد عن مصدر النار ومش هيقرب له. يبقى ايه حصل؟ كنترول اوف بيهيفير، البيهيفير بتاعه اتحكم بايه؟ باي بريسيدنج ايفنتس، باللي حصل له قبل كده. يبقى الميموري بروسيس ان ويتش انفورميشن انكودد ستورد اند ريتريفت and implies the control of behavior by preceding events. طيب الميموري دي حاجة مهمة جدا من مكونات الكوجنيتيف فانكشن. الكوجنيتيف فانكشن الإدراك، عشان يكون في إدراك لازم يكون في ذاكرة، لازم يكون في ميموري، لازم يكون في عندي معلومات متخزنة، تمام؟ يبقى الكوجنيتيف فانكشن هي الانفورميشن بروسيسنج capacity، الانفورميشن هي stored. يبقى انا بعمل information processing، يبقى هي دي الكوجنيتيف فانكشن. ليها definition تاني لان الكوجنيتيف فانكشن داخل فيها الميموري، ولما بيكون في كوجنيتيف فانكشن معنى كده ان بيكون في learning، بيكون في attention،
فبقول عليها مالتي دايمنشنال كونسبت فور هاير اوردر مينتال فانكشنز اند بروسيس. والهاير اوردر مينتال فانكشنز وبروسيس يقصد بيها الميموري والليرنينج والاتنشن. يبقى ليه في تو ديفينيشن، هي الانفورميشن بروسيسنج كاباسيتي، وهي مالتي دايمنشنال كونسبت فور هاير اوردر مينتال فانكشنز اند بروسيس. طيب طالما في cognitive function معنى كده ان في learning، في تعلم. ايه هو بقى ال definition بتاع ال learning؟ ال learning هو acquisition or utilization، يبقى في اكتساب او استغلال ل new behavior to solve a new problem and is quantified by an appropriate change in behavior over time. تاني هو acquisition or utilization of new behavior to solve a new problem and is quantified by an appropriate change in behavior over time. ودي ناخد برضو example للبيبي الصغير، هو مثلا على السرير وعايز ينزل، فلما حاول ينزل اول مرة وقع، تمام؟ فخلاص بقى عنده ميموري، بقى في عنده كوجنيتيف فانكشن. طيب عايز يحل المشكله دي بيعمل ايه؟ ممكن يزق مخدات مثلا عشان يوقعها وينزل عليها وخلاص ينزل بصوره طبيعيه ما يحصلوش حاجه. يبقى هو هنا عمل ايه؟ اكتسب او استغل نيو بيهيفير، دي حاجه جديده بقى يعملها ما كانش بيعملها الاول، ان هو يوقع المخدات عشان ينزل عليها. يبقى acquisition or utilization of new behavior to solve new problem. البروبلم اللي عنده ان هو عايز ينزل، عايز يحل المشكلة اللي عنده دي. and is quantified، بعرف ازاي ان هو اتعلم؟ by an appropriate change in behavior over time، خلاص مع الوقت، خلاص من غير تفكير هو اتعلم، انا عايز انزل هعمل كذا وكذا عشان انزل بسلام. تمام؟ يبقى هو هنا learning هو acquisition or utilization of new behavior to solve a new problem and is quantified by an appropriate change in behavior over time. آخر definition عندنا هو attention، حتى زي ما شوف شايفين صورة ايه، إشارة المرور. أنا شفت اللون الأحمر فأنا انتبهت للون الأحمر وعارف المفروض إن أنا هعمل ايه. معنى كده إن في sensory input، في حاجة سمعتها، في حاجة شفتها، في حاجة شمتها، يبقى في انتبهت لحاجة sensory دخلت على النيرفوس سيستم. يبقى الاتنشن هو process by which the nervous system apprehends، بيستوعب، and organize sensory input. في sensory input، في صوت سمعته، في حاجة شفتها، في ريحة شمتها. يبقى process by which the nervous system apprehends، يستوعب، and organize sensory input، ويعمل ايه بعد كده؟ generate coordinated behavior، بيبتدي يعمل behavior ماشي مع ال sensory input اللي دخلت له، مع الصوت، مع الشكل اللي شافه، مع الريحة اللي شمها. يبقى process by which nervous system apprehends and organize a sensory input and generates coordinated behavior. نجيب برضو الاكزامبل بتاع البيبي، لما يسمع صوت الباب بيخبط ويطلع بابا، طيب، او صوت الجرس، يبقى هو دلوقتي كل ما هيسمع صوت الباب هيطلع يجري، تمام؟ لانه هو عارف ان بابا جاي، تمام؟ يبقى هو هنا السنسوري انبوت اللي دخل على نيرفوس سيستم، النيرفوس سيستم عمل ابريهنشن ليه واورجانيز السنسوري انبوت ده، وبالتالي البيهيفير بتاعه انه طلع يجري ناحيه الباب. يبقى اند جنريت كوردينيتد بيهيفير، يبقى هو انتبه للحدث اللي حصل. يبقى دي الفور ديفينيشنز بتاع الميموري، الكوجنيتيف فانكشن والليرنينج والاتنشن. موضوعنا هنتكلم الاساسي اللي هو على الميموري. الميموري بقسمها لجزئين، اول حاجه اللي هي الشورت تيرم ميموري او الوركينج ميموري اللي هي الذاكره قصيره المدى، واللونج تيرم ميموري او ريفرنس ميموري اللي هي ذاكره طويله المدى. الشورت تيرم ميموري اللي هي الحاجات اللي بتحصل يوميا او بشكل روتيني كل اسبوع، الاحداث العاديه يعني، اللي مش هتاثر قوي
زي ما يبقى حدث كبير، مثلا حدث تخرج، حدث اتجوز، حدث اول يوم شغل، اول حتى اول يوم دراسة. فدي بتبقى في اللونج تيرم ميموري او ريفرنس ميموري. يبقى الشورت تيرم ميموري هي ميموري فور انفورميشن ذات تشينجز اكروس ابيسودز، لكن اللونج تيرم ميموري هي ميموري فور انفورميشن ذات ريمينز كونستانت اكروس ابيسودز. اكزامبل للشورت تيرم ميموري، what you remember from today's class، يعني ممكن الكلام اللي احنا بنقوله ده بعد ما يخلص نبتدي نسألك ايه اللي خدته فمش فاكر لسه، هي في الشورت تيرم ميموري. تمام، زي الرام كده او راندوم اكسس ميموري في الكمبيوتر. لكن لو قلت لك مثلا فاكر ايه من فارما 1، فاكر ايه من فارما 2، المفروض بقى دي خلاص بقت ايه، لونج تيرم ميموري او ريفرنس ميموري. ولو ان انا شك طبعا في الموضوع ده، يبقى اللونج تيرم ميموري بيبقى زي كده الروم او ريد اونلي ميموري في الكمبيوتر. وات يو ريمبر فروم فارماكولوجي 1 2، يعني المفروض ان دي حاجات تبقى شبه ان هي بقت لونج تيرم او ريفرنس ميموري. طيب في جزء تاني من الميموري اسمه سباتشال ميموري. سباتشال ميموري اللي هي الميموري اللي خاصة بالاماكن، حتى الرمز بتاعها اللي هو الكومباس البوصلة. مثلا واحد ركن العربية في مكان جديد، تمام، وعلم ان هي جنب المحل الفلاني، قدامها مش عارف في المبنى ايه، وراها ايه، فخلاص عرف علشان لما يجي يرجع لها تاني يعرف يلاقيها بسهولة. تمام، يبقى الاسبيشال ميموري هي part of memory responsible for recording information about different locations in the environment. يبقى هو مسؤول ان هو بيعمل recording information about different locations في ال environment، information لل location. تمام، and spatial relations between object، العلاقات المكانية ما بين الأشياء دي برضو بنلاقيها مثلا في الطفل ان هو بيقدر لو هو مثلا طالع بيحبي على السلم او وقع من على كرسي او كده، فهو بيقدر ان هو مسافته دي لا عالية، فانا مش هينفع ان انا مثلا انزل او انط او كده، لا يبقى في spatial relations دي بتبقى محتاجة ان يبقى في memory، ال spatial memory. ودي هنعتمد عليها في التست بتاعة ال cognitive function، على ال spatial memory اللي هي الذاكرة المكانية. طيب ايه هي اجزاء البرين اللي involved في عملية ال spatial memory او ال learning؟ طبعا different brain regions involved في ال spatial memory و ال learning، بس اكتر اتنين في الموضوع ده هما ال entorhinal cortex وال hippocampus. الانتورينال كورتكس وتحتها الهيبوكامبس زي ما احنا شايفين، اللي هو تحت اللون اللبني والازرق اللي تحتيه، الهيبوكامبس والانتورينال كورتكس. يبقى السبيشال ميموري والليرنينج ديبند اون ذا كوردينيتد اكشن اوف ديفرنت برين ريجنز، بات ذا رول اوف هيبوكامبس اند انتورينال كورتكس از كونفيرمد. والهيبوكامبس هي جريك وورد لسي هورس اللي هو الحصان البحر، نفس الشكل بتاع الهيبوكامبس زي السي هورس، عشان كده سموه هيبوكامبس. العلاقة بين الهيبوكامبس والانتورينال كورتكس هي علاقة بين سنسوري انفورميشن وميموري زي ما احنا شايفين كده. الاتنين دول موجودين فين؟ الهيبوكامبس والانتورينال كورتكس موجودين في الميديال تيمبورال لوب اوف ذا برين. يبقى الهيبوكامبس والانتورينال كورتكس موجودين في الميديال تيمبورال لوب اوف ذا برين، مكانهم في المنطقه دي من البرين. طيب ايه اللي بيعمل مودوليشن للسبيشال ميموري والليرنينج؟ بمعنى تاني ايه هي نيورو ترانسميترز اللي انفولفد في الميموري والليرنينج؟ ولو حصل امبالانس ما بينها او ديستربنس فيها بيحصل خلل في الميموري او في الليرنينج. هما فور مين نيورو ترانسميترز، استايلكولين، دوبامين، وجابا، وجلوتاميت. يبقى انا لازم يكون في عندي كوردينيتد اكشن او بالانس ما بين الكولينرجيك نيورو ترانسميترز، الدوبامينرجيك،
الجلوتاميتورجيك والجابرجيك نيورو ترانسميشن. ده بيبقى مسؤول ان يحصل لو في بالانس ما بينهم ان الميموري تكون تمام ومفيش فيها مشكله. ايه هي الديزيزز اللي بيحصل فيها امبالانس للنيورو ترانسميترز دي، وبالتالي بيبقى من ضمن السيمتومز بتاعتها ان بيحصل امبيرمنت في الميموري، او يحصل ليرنينج ديفيكولتيز، او يحصل كوجنيتيف امبيرمنت. ديزيزز زي اشهر حاجه طبعا الزهايمرز ديزيز، هانتنجتونز ديزيز، باركنسونيز، سكيزوفرينيا، attention deficit hyperactivity disorder، stroke، brain tumors، HIV، CNS infection، alcoholism، بالإضافة كمان ل aging، stress، trauma، malnutrition، deficiency vitamins B1 B12، وفلويد electrolyte imbalance. يبقى كل ال disorders أو ال diseases دي بتأثر على البالانس ما بين الجولينرجيك، دوبامينرجيك، جلوتاميتورجيك، وكابرجيك نيورو ترانسميشن، وبالتالي بتأثر على الميموري. ايه هي السيمتومز اللي بتحصل نتيجة للبالانس اللي حاصل ده؟ يحصل عندي امنيزيا. ايه هي الامنيزيا دي؟ اللي هي loss of memory. طيب loss of memory بس، يبقى امنيزيا هي loss of memory، وloss of memory هي one of the first or more recognizable signs of dementia. يعني اول ما تقول patient عنده dementia تعرف على طول ان هو عنده loss of memory، تمام؟ بس مش معنى ان هو عنده dementia ان هو عنده loss of memory بس. الdementia مصطلح واسع، بيبقى اهم حاجة او more recognizable sign فيه اللي هي الامنيزيا اللي هي loss of memory. لكن الdementia هي set of symptoms من ضمنها الميموري، impairment of memory، يبقى including impairment of memory بالإضافة impairment في reasoning، في judgment، في language و other cognitive abilities. يبقى في فرق ما بين أمنيزيا، ده symptom واحد من ضمن مجموعة symptoms للدمنشيا. في عندي كمان حاجة ممكن تحصل هي delirium، اللي هي acute state of confusion و cognitive impairment. يبقى تعريف الأمنيزيا هي memory loss or loss of memory، ودي first more recognizable sign of dementia. لكن dementia set of symptoms من ضمنها impairment of memory, reasoning, judgment, language و other cognitive ability. الدلوريوم هي acute state of confusion و cognitive impairment. طيب ايه هي الفارماكولوجيكال او الثيرابيوتيك كلاسز اللي كان affect الكوجنشن؟ اكيد ثيرابيوتيك كلاس او فارماكولوجيكال كلاس بتأثر على استايلكولين، بتقلل الاستايلكولين، يعني انتي ليها انتي ماسكارينيك افكت، تمام؟ او ان هي بتأثر على الدوبامين، يعني سواء بقى الدوبامين زي ما قلنا برضو في المحاضرة اللي فاتت، سواء الدوبامين بالزيادة او بالنقص يؤثر على الميموري، يعني الدوبامين اجونس او الدوبامين انتاجونس. تالت حاجة، حاجة بتأثر على الجابة. رابع حاجة بتأثر على الجلوتامات. يبقى دي الكلاسز اللي ممكن تأثر على الكوجنشن: انتي ماسكارينيك دراج، dopaminergic agonist and antagonist، GABA modulators، NMDA antagonist. anti-muscarinic drug خدنا كتير قوي، pharma 1 و pharma 2 examples anti-muscarinic drug. اشهر حاجة الاتروبين، anti-spasmodic drug اتروبين، first generation antihistamine diphenhydramine، tricyclic antidepressant زي الامبرامين، الانكونتيننس دراج اللي بستخدمها في اليورينري انكونتيننس اللي هي الاوكسيبيوتينين، ده مسكارينيك بلوكر، الهالوبريدول هو دوبامين انتاجونست و 3 انتي مسكارينيك افكت. يبقى انا عندي مجموعه كتير او من الدراجز كنا بناخدها وبنقول من ضمن السايد افكت ان هي بتقفل المسكارينيك ريسبتور. فطالما ان هي بتقفل المسكارينيك ريسبتور وتعدي البلاد برين بارير، يبقى اكيد هيبقى ليها تاثير على الكوجنيتيف فانكشن وعلى الميموري. انتي ماسكارينيك دراج زي ما قلنا انتي سبازموديك زي الاتروبين، تراي سايكليك انتي ديبريسن زي الامبرامين، انتي باركنسونيان دراج زي البنزاتروبين اللي طبعا بيقفل ماسكارينيك ريسبتور، انكونتيننس دراج زي الاوكسيبيوتينين، فيرست جينيريشن انتي هيستامينيك اللي هي دايفين هيدرامين، وانتي سايكوتيك اللي هي هالو بريدول.
يبقى سواء الدراجز دي كان الثيرابيوتيك افكت بتاعها محتاج ان انا اقفل المسكارينج ريسبتور، او ان قفل المسكارينج ريسبتور ده سايد افكت ليها انا مش محتاجاه، زي مثلا الانتي هيستامين او الانتي ديبريسنت، فسايد افكت ليها ان هي بتقفل المسكارينج ريسبتور، وطبعا هتأثر على الكوجنيتيف فانكشن. تاني كلاس اللي هي الدوبامينرجيك اجونست و انتاجونست، سواء بزيادة او بالنقص بيأثر على الكوجنيتيف فانكشن. دوبامين اجونست زي البرومكريبتين، ده انتي باركنسونيان دراج برضو بستخدمه في الباركنسونيزم عشان اقلل الليفل، عشان ازود الليفل بتاع الدوبامين. والاكزامبل التاني اللي هو الهالوبريدول، وده دوبامين انتاجونست بستخدمه في السايكوزيس، يبقى انتي سايكوتيك اللي هو الهالوبريدول ده دوبامين انتاجونست. جابا موديوليتورز اللي بيزود الافكت اوف جابا، انتي انكزايتي دراج زي البنزودازيبين، وفي كمان الباكلوفين ده انتي سبازموديك، او الفالبروك اسيد انتي كونفالسنت، كل دول جابا موديوليتورز. نيم ده انتاجونست زي ايه؟ زي الكيتامين وبستخدمه في الجنرال انستيزيا، وزي كمان الفالبروك اسيد انتي ابليبتيك او الانتي كونفالسنت دراج. يبقى دي الكلاسيفيكيشن للفارماكولوجيكال كلاسز او الثيرابيوتيك كلاس اللي ليها تاثير على الكوجنيشن نتيجه لان هي انتي مسكارينيك دراج او دوبامينرجيك اجونست انتاجونست او جابا موديوليتورز زي البنزودازيبين والباكلوفين والفالبروك اسيد، او نمدا انتاجونست زي الكيتامين وزي الفالبروك اسيد. كمان في مجموعه خمسه غير الانتي مسكارينيك ودوبامينرجيك اجونست والانتاجونست والجابا موديوليتورز والنمدا انتاجونست، في جروب ميسيلينياس ما بيأثروش على الريسبتورز او على النيورو ترانسميترز اللي احنا قلنا عليها، بتأثر على حاجات تانية. ومنهم المجموعة بتاعت الديبندنس اللي هي زي المورفين اوبيويد انالجيسك، زي الكانابينويد، زي الالكوهول بالكرونيك يوز، زي الجاما هيدروكسي بيوتاريك اسيد، ودي بيسموها ديت ريب دراج. الدراجز دي اللي هي بتاعت اللي بتعمل ديبندنس، مورفين، كانابينويد، الكوهول، جاما هيدروكسي بيوتاريك اسيد، يبقى دي علشان ايه نعرفهم كده على بعض، دي جروب ميسيلينيوس بيأثر على الكوجنيتيف فانكشن، بالاضافه لادويه الكانسر، بعض الانتي كانسر دراج والادويه بتاع ليفر انترفيرون الفا، تمام، بالاضافه كمان للي بيحسن المود الليثيوم، وكمان الجلوكوكورتيكويدز بتحسن المود، وكمان ممكن تعمل السر، فكمان ناخد انتي السر دراج اللي هي الاتش 2 ريسبتور انتاجونست. يعني علشان نحاول ايه يبقوا سهل ان احنا نعرفهم، نحاول نقسمهم كده، المورفين، كانابينويدز، الكول، جاما هيدروكسيبيوتيريك اسيد، بالاضافه الانتي كانسر انترفيرون الفا، ليثيوم، جلوكورتيكويدز، و اتش 2 ريسبتور انتاجونست. يبقى دي ميسيلينيوس دراجز بتاثر على الكوجنيتيف فانكشن. طيب نحاول بقى نرجع لموضوعنا الاساسي، انا امتى بعمل اسيس للبوتنشال افكت على الكوجنيتيف فانكشن، يعني امتى بلجا لكاتيجوري بي او سبلمنتري ستادي. طيب احنا كنا بنعمل السيفتي فارماكولوجي بتاعنا او البري كلينيكال ستادي على ايه؟ على كارديوفاسكولار سيستم، سنترال نيرفوس سيستم، ريسبيراتوري سيستم، سيكندري اورجان زي الجي اي تي وزي الرينال سيستم، فوكس على السيفتي بتاعتهم. موضوعنا على سي ان اس، المره اللي فاتت اتكلمنا على الكور باتر ستادي، النهارده عايزه اتكلم على السبلمنتري ستاديز او اللي انا دلوقتي هتكلم عن الكوجنيتيف فانكشن، بعد كده هنشوف الديبندنس والالكتروفيزيولوجي. طيب بعملها امتى؟ ما قلناش، قلنا بنعملها prior to drug approval يعني last stage of CNS safety assessment، اخر مرحله دي كاتيجوري بي زي ما قلنا. فانهي حالات؟ احنا قلنا قبل كده هو necessary على حسب الدراج ده الفارماكولوجيكال افكت بتاعته الانتسيبيتد المتوقعه ايه، نتائج الكاتيجوري ايه، كانت ايه اخبارها، هل في داتا سجست ان هو ممكن يكون لي ادفرس افكت على الكوجنيشن، فانا لازم اعملها في الحاله دي، يبقى بعملها at later stages of CNS safety assessment اللي هي كاتيجوري بي تيست، on a case by case basis depending on the anticipated pharmacological actions of the tested drug
and or any existing data suggesting potential adverse effects on cognition. يبقى اي داتا احتمال ان هو يأثر على الكوجنيتيف فانكشن يبقى لازم اعمل الكاتيجوري بي. متوقع من الفارماكولوجيكال اكشن يأثر على الكوجنيشن يبقى لازم اعمل كاتيجوري بي، بعملها ايه برايور تو دراج ابروفل. طيب هاو بقى، ايه هي الميثود اللي بعمل بيها اسيس البوتنشال افكت اون كوجنيتيف فانكشن، يعني ايه هي التيستس اللي انا هستخدمها تو اسيس بوتنشال افكت اون كوجنيتيف فانكشن؟ لازم اعملها ان فيفو، يبقى الفار كونشس بيتحرك، وطبعا الضحايا بتاعتنا زي ما احنا عارفين في الغالب بيبقى الرات. ايه هي الستاديز اللي هعملها؟ اول حاجه اسمها راديال ارم ميز تاسك، راديال ارم ميز تاسك. تاني حاجه موريس ووتر ميز تاسك. رابع تالت حاجه اوتو شيبنج ذا ليفر بريس تاسك. طيب اكيد انا مش هسأل الفار انت فاكر ولا ناسي ولا حاجة عشان اعرف هو فاكر الحاجة دي ولا لا. انا بعمل تكنيك معين بحيث ان انا اعرف to assess الميموري بتاعته سليمة ولا حصل فيها impairment. ايه هي الاستاد
the number of correct arm choices اللي هم ايه اللي هم فيهم الاكل اللي هم bayeted with food pellets and the number of free entries into bayeted arms الخروج والدخول مرة تانية في ال bayeted arms and the number of incorrect choices اللي هو ال unbayeted are recorded. The entries into unbiated arms are reference memory error. هو دخل في arm عمره ما كان فيه أكل. يبقى reference memory error. Re-entries into biated arms are working memory errors. بعمل training sessions دي زي ما قلنا بعملها يوميا لحد ما the choice accuracy يوصل ل more than 85%. يبقى يكون 85% او اكتر والبرفورمانس از ستيبل. يعني ايه البرفورمانس از ستيبل؟ يعني ما ينفعش النهارده مثلا كان البرفورمانس بتاعه 20% اكيرسي وبكره بقى 85%، ما اقولش خلاص هو وصل 85% لان انت اليوم اللي بعديه لقيته بقى 30%، لا يبقى كده هو مش ستيبل. لكن لو مثلا النهارده 85 بكره 83 بعده 86 بعده 85 بعده 88 كده خلاص بقى ايه ممكن يبقى ستيبل بقى دايما 85 او اكتر. تمام، يبقى لازم يوصل 85% more than 85% with performance stable then testing sessions can be started with test drug على animals already trained. وبشوف بقى مجموعة، طبعا بقسم بقى المجموعة التريند دي، المجموعة تاخد الفيهيكل، المجموعة تاخد التست بتاعي، وقارن الاكيوريتي تشويس وصلت لكام. هنا وصلت 85 90، هنا وصلت 50 65%، يبقى اكيد الدواء بيأثر على الميموري. ايه الليميتيشنز بتاعت التست ده؟ اول حاجة ان انا بعمل فود ريستريكشن، بعمل فود ديبريفيشن، بحرم الانيمال من الاكل، وده ممكن يأثر على البرفورمانس بتاعه برضو. تاني حاجة ممكن الانيمال يوصل للارم اللي فيها الاكل ازاي؟ ما يشم ريحة الاكل، يبقى هو عارف يوصل مش عشان فاكر، عشان شامم. تمام، يبقى possibility of olfactory confounders، ممكن الolfactory confounders الروائح بتاع الاكل هي اللي بتخليه يروح للأماكن المظبوطة، وأنا أبقى فاكر إن ده ميموري كويس بالنسبة لي. تاني تيست عندنا، تاني تاسك اللي هو موريس ووتر ميز تاسك، ده عبارة عن إيه؟ زي ما انتوا شايفين ده حوض فيه مية. تمام، والأحسن طبعا أو هو مفروض فعلا إن المية دي بيبقى بحط فيها لون أو بودرة تلك أو حاجة بحيث إن الفرم يبقى شايف إيه اللي تحت المية. في ناحية بحط رامب او بلاتفورم هيدن، انا ملونة المية فهو مش شايف البلاتفورم ده فين، وبيكون في حوالين الحوض ده في بعض السبيشال كوز زي ما قلنا لون معين. هنا في الحوض نفسه ممكن احط زي كده ورق ملون سكوير تريانجل سيركل بحيث ان هو يربط المكان بتاع البلاتفورم بلون معين او باتجاه معين. كمان المكان من حواليه بيبقى فيه مثلا ريكوردينج كاميرا، بيبقى فيه لايت سورس، والحوض من تحت بيتقسم زي ما احنا شايفين لفور كورترز لاربع تربع، ومفروض ان انا بحط الانيمال في المية واسيبه يعوم لحد ما يوصل للبلاتفورم. عملت محاولة مرة واثنين وثلاثة حد مثلا اول مرة عشان يوصل البلاتفورم، لقيت ان المسار بتاعه بقى بالشكل ده رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحد ما وصل البلاتفورم ومش عارف مكان. طيب ده دي 1 في ترايل 1، لو انا عملت ترايل 2 و3 و4 و6 و8 هلاقي ان هو خلاص بقى المسار بتاعه على طول بيروح للمكان، فده بيبقى خلاص تريند سواء بعد اليوم السادس او في اليوم الواحد عملت تريننج كذا مرة. لو في اليوم الواحد عملت تريننج كذا مرة بحيث ان هو خلاص بقى اول ما بحطه بينطلق على طول على البلاتفورم،
هو كده بيبقى تريند. لو انا اديت له بقى الدواء ولقيت ان النورمال مثلا بيوصل بلاتفورم في خلال 5 ثواني، ولكن التيست بقى يوصل في خلال دقيقة، يبقى هنا في طبعا حصل impairment في الميموري. وهنا بشوف الميموري اللي هي الشورت تيرم او الوركينج ميموري، طالما في نفس اليوم بنفس اليوم هو تريند اديت له الدواء اثر على الميموري، يبقى ده اقدر اقيس الشورت تيرم ميموري. ازاي اقدر اقيس بقى اللونج تيرم ميموري او الريفرنس ميموري؟ حاجه اسمها البروب تراير، او عشان انا بتكلم على المكان اسمها سبيشال بروب تراير. يبقى البروب تراير او السبيشال بروب تراير ده بعمل بيها تيست للريفرنس ميموري. ازاي؟ انا عملت له تريننج 6 ايام، تمام، وهو بقى عارف مكان البلاتفورم في انهي كوادرانت، بقى يوصل لها على طول. جيت انا في اليوم السادس عملت ايه؟ شلت البلاتفورم من مكانه، هيعمل ايه؟ هيروح ينطلق على طول على المكان بتاعه، مش هيلاقيه، بس هو متأكد ان هو في المكان ده. في الربع ده هيقعد يدور ويلف ويدور تاني في نفس المكان ويرجع تاني في نفس المكان. هو انا فاكر بقى عنده خلاص ريفرنس ميموري، انا فاكر البلاتفورم في الحتة دي. فانا لو سبته مثلا 90 سكند او دقيقة او نص، بشوف هو قاعد قد ايه في الربع ده من دقيقة ونص. كل ما الوقت زاد اللي هو في نفس الربع ده، كل ما الوقت بتاعه زاد كل ما كان عنده ريفرنس ميموري احسن. لو هو ما اوقفش كتير في المنطقة دي يبقى في مشكلة عنده في ريفرنس ميموري. يبقى البلاتفورم is removed from the pool. A trained rat is released into the pool and allowed to swim for 90 seconds. After which it is removed from the platform. يبقى أنا from the pool. The time in a rat spent في الquadrant اللي previously contained the platform is recorded. كل ما time اللي هو قاعده في الquadrant ده زاد، كل ما كان الميموري الreference memory عندي أحسن. طيب يبقى أنا كده عرفت أقيس short term memory اللي هو time اللي بياخده عشان يوصل على طول للplatform، وعرفت ريفرنس ميموري ان انا بشيل بلاتفورم بعد كذا يوم واشوف هو هيقعد قد ايه في الربع اللي كان فيه بلاتفورم من 90 ثانية. تالت حاجة ممكن اشوفها كمان الليرنينج. ازاي بعرف الليرنينج؟ سبيشال حاجة اسمها ريفرس تراير او سبيشال ريفرس تراير. يبقى reverse trial او special reverse trial to test for learning. اللي بعمله بقى، انا في day 1 كان البلاتفورم في quadrant number 1، تاني يوم حطيته في quadrant number 3، رابع يوم حطيته في quadrant 2، خامس يوم حطيته في 1، سادس يوم حطيته في 3. يبقى انا كل يوم بغير مكان البلاتفورم وياخد التريننج بتاعه بالشكل ده، تمام. يبقى النهاردة كده بدأنا، النهاردة فين؟ هيدور لحد ما يلاقي، طلع في 2، حطه تاني طلع في 2، حط تاني طلع في 2. تاني يوم راح يشوف عند 2 ما لقاش، قعد يدور لقاه في 4، خلاص تاني يوم في 4 في 4 في 4. تالت يوم حطيت البلاتفورم في كوادرنت نمبر 1، هيدور لحد ما يلاقيه ويعرف، وهكذا. يبقى انا لما اجي عند اليوم السادس مثلا هيروح، هو فاكر مثلا امبارح ان هو كان في 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 نمبر 2، هيروح على نمبر 2 مش هيلاقيه، هيفضل واقف في 2 ومصر ان هو في 2؟ لا، هو اتعلم ان كل يوم البلاتفورم مكانه بيتغير. انا لو رحت 2 ما لقيتوش مش هقف كتير، هشوف حالي في مكان تاني، تمام. يبقى reverse trial and the platform is moved to new location each day، تمام. trained rat is released into the pool and is allowed to swim for 120 seconds. هنا خليه لمدة دقيقتين،
ومش هحسب بقى هو قعد قد ايه في الكوادرنت اللي كان فيه البلاتفورم، هو كل يوم ما كانوا بيتغير، انا هحسب هو وصل للنيولي لوكيتد بلاتفورم في وقت قد ايه. كل ما كان الليرنينج عنده اعلى، كل ما وصل بشكل اسرع، ما قعدش مثبت في نفس المكان بتاع امبارح. خلاص، يبقى الـ time it takes the rat to find newly located platform is recorded. يبقى أنا في الحالة دي كل ما الوقت قل عشان يلاقي الـ platform الجديد، كل ما كان الـ learning عنده أحسن. وفي حالة الـ reference memory، كل ما الوقت اللي قضاه في الـ quadrant اللي كان فيه الـ platform كل يوم، كل ما الوقت ده زاد، كل ما كان عنده reference memory أحسن. طيب، زي ما احنا قلنا ان الموريس ووتر ميز تاسك بيعمل انفستيجيشن للوركينج وريفرنس سبيشال ميموري بالاضافه لي كمان الليرنينج. ايه هي البريمايز بتاعته او الفرضيه بتاعته او البرنسبل بتاعته؟ بيز upon the premise that rats have evolved optimal strategy برضو using the special cause to explore their environment. ليه بقى؟ هنا مش to obtain food. To escape from the water with minimum effort. برضو بأقل مجهود، أنا عايز أوصل البلاتفورم، مش عايز ألف كتير. يعني أنا مش هدفي، أنا عايز أهرب من المية. يبقى based upon the premise that rats have evolved an optimal strategy to explore their environment and escape from the water using with minimum effort. طيب، هل ليها limitation؟ هنا ما جوعتوش ولا حاجة، بس انا حطيته في المية. كنا انا احطه في مية، ده بيعمل له ستريس، يعني بيعمل له هرمونال تشينج ممكن تأثر على البرفورمانس. يبقى اول limitation immersion of rats into water may cause stress and hormonal change that can interfere with interpretation of the result. الحاجة التانية، الحاجة التانية ان هو ممكن ياخد وقت اطول على ما يوصل البلاتفورم عشان عنده مشكلة في الحركة، في الموفمنت، في الكوموشن، مش بيمشي سريع، ماشي بطيء عشان الدواء ما اثرش على الميموري، لا، عشان الدواء اثر على الحركة. طب هعرفها ازاي؟ لازم اعرف السويمنج سبيد بتاعته قد ايه، سرعته في السباحة قد ايه. دي حاجة. حاجة تانية ما ننساش ان احنا نرجع لكاتيجوري ايه او الكور باتري ستادي، واعرف اخبار اللوكوموتر اكتيفيتي عنده ايه، اشوف الفانكشن اوبزرفيشنال باتري نتائجها ايه. تمام، عشان اعمل دي افرق ما بين ان الدواء اثر على الموتور فانكشن ولا الدواء اثر على الميموري. يبقى تاني limitation ان drugs that interfere with locomotor abilities may increase time to find the platform. وانا افتكر ان هو مأثر على الميموري وهو يكون مأثر على الحركة. وعشان كده الـ swimming speed should be monitored to delineate the motor deficits from cognitive deficit. وكمان طبعا الـ results بتاعت الـ function observational battery و category other category A test should be reviewed. تالت حاجة عندنا في الـ cognitive function test اللي هي auto shaping the liver press task. دي بتتعمل ازاي؟ الفار بيتحط في تشامبر، في مكان بيبقى فيه حاجة اسمها ليفر او الرفعة، بتبقى بارزة قدامه، قدام الفار. المفروض ان هو لما يدوس عليها برجله الليفر دي بتدخل جوه، ولما يحصل الموضوع ده شايفين السيركل الموجودة دي بيطلع فيها فود، اكل. يعني لازم الفار، طالما اكل يبقى لازم الفار يبقى فود ريستريكتد. تمام، يبقى هو لما بيدوس على الليفر، الليفر ده ريتراكتد، بيدخل جوه بعد ما كان بارز قدامه، هو داس عليه فالليفر ريتراكتد. في نفس الوقت اللي الليفر ريتراكتد فيه، الاكل ظهر له في الكور بتاع الاكل ده. ادي شكل الليفر وهو طالع، المفروض ان هو هيدوس عليه فالليفر هيدخل وفي نفس الوقت الاكل هيظهر. طيب انا عايزة اشوف الاتنشن او الليرنينج بتاع الفار ده، هنور له نور سيجنال لايت لمدة 15 ثانية. يبقى التشامبر بتاع
conditioning chamber بتاع الاوتو شيبنج ليفر بريس تاسك عبارة عن زي ما احنا شايفين تحت retractable ليفر اللي هو بيدوس عليه فيدخل، في نفس الوقت في فود كاب بيظهر فيه الاكل لما الليفر retracted، وعندي الهاوس لايت العادي، وعندي سيجنال لايت او لاود سبيكر. يبقى اما انت تستخدم سنسوري انبوت تكون فيجوال باللايت او اوديتوري باللاود سبيكر. بيحصل ايه؟ بيحصل منور النور 15 ثانية. في خلال ال 15 ثانية دي لو الفار داس على الليفر، الليفر هيحصل له ريتراكشن والاكل هيطلع والنور هيطفي. الثلاث حاجات دول simultaneously at the same time. لو ما حصلش انه داس بعد ال 15 ثانية ما تخلص، هيحصل التلات حاجات في نفس الوقت، الليفر ريتراكتد، الفود ديليفرد، واللايت تيرند اوف. طيب مع تكرار الترايلز هلاقي ابص الفار اول ما النور نور هيدوس على الليفر على طول عشان ريتراكتد والاكل يطلع بسرعة، مش استنى ال 15 ثانية لما تخلص. فانا بحسب المرات اللي هو انتبه فيها للنور وراح داس على الليفر عشان الاكل يطلع، يبقى ده كوركت، يبقى ده كده هو عمل بريس للليفر، كده هو نجح. لو عدى ال 15 ثانية وما داسش على حاجة يبقى هو فشل في الترايل دي، بس النور هيطفي والاكل هيطلع والليفر هيتراكتد في نفس الوقت. يبقى انا كده عملت تيست الحاجتين، اتنشن هو انتبه ان في نور، وليرنينج عارف لما بيبقى فيه نور وادوس على الليفر هيطلع لي اكل، انا اتعلمت فالبيهيفير بتاعي اتغير، اول ما الاقي نور اروح ادوس على الليفر عشان الاكل بتاعي يطلع. يبقى التاسك يوز تو اسس اتنشن، انتبه للانبوت اللي دخل على النيرفوس سيستم على السنسوري انبوت، وبالتالي هو البيهيفير بتاعه عمل coordinated behavior ان هو داس على الليفر عشان الاكل يطلع، يبقى ده attention. and the learning هو عمل acquisition new behavior to solve a new problem، وده measured بال change في behavior اللي حصل. يعني ايه؟ اتعلم حاجة جديدة، لما هدوس على الليفر لما النور ينور الاكل هيطلع. يبقى task used to assess attention and learning by training rats to detect the signal and press retractable liver to get food. Rats are food restricted. طالما قلت أكل يبقى لازم يبقى food restricted عشان يبقى عنده motivation أو الحافز. Rats food restricted during training testing periods and they should be acclimated برضو يتعودوا على ال operant conditioning chamber وعلى food type وعلى investigate. المفروض ان response liver inserted في the chamber will signal light illuminated 15 seconds prior to delivering the food pellet. هنا لو الرات داس على الليفر، if the rat presses the liver during this 15 second period the liver is retracted, the signal light is turned off and the food pellet is delivered immediately. لو الرات if the rat doesn't press the liver food pellet is delivered at the end of 15 second period simultaneously with retracting the liver and turning off the signal light. ودي تبقى محاولة فاشلة، هو ما داسش على الليفر during ال 15 second. A training sessions repeated daily maximum of 50 trials per day لحد ما يوصل ال accuracy اللي هو press the liver قد ايه. Number of trials in which liver press response occurs is recorded. When criterion D accuracy reaches 80% or higher, كان في radial arm miss كنت بقول لما يوصل 85% أو أكتر من 85%، هنا بشوف إن ال press response أو liver press response يوصل 80% أو أكتر، ببتدي أعمل testing sessions مع pharmacological agent أقدر إن أنا أبدأ بيها. ايه هي الليميتيشن؟ طالما ان انا قلت ان في فود في ريستريكشن يبقى الفود ديبريفيشن هو ممكن يأثر على البرفورمانس، ده اول ليميتيشن يبقى يوز اوف فود ديبريفيشن. تاني ليميتيشن احنا كنا قلناه برضو دلوقتي، انا است اتنشن ولا است ليرنينج؟ مش عارفه، مش قادره احدد
هل هو انتبه للنور فداس وقال له اتعلم ان لما النور ينور ويدوس على الليفر الاكل يطلع له، يبقى هو ما قدرش تو ديفرنشيت بتوين اتنشن اند لينك. فبقول هو ميجر الاثنين على بعض اتنشن اند لينك، يبقى تاني ليميتيشن كان ديفرنشيت بتوين اتنشن اند لينك. كده يبقى خلصنا ال 3 تيستس بتوع الكوجنتيف فانكشن. هقول فكره كده بسيطه قوي على الالكتروفيسيولوجي اكزامينيشن، ان انا لما هدي الدواء هشوف يا ترى الدواء بتاعي ده بيأثر على الالكتريكال فانكشن بتاعت البرين بتاعت السي ان اس ولا لا. بنشوف ايه هو الالكتروفيسيولوجي اكزامينيشن، هو برانش من الفيسيولوجي بس بيعمل ستادي الالكتريكال بروبرتيز للبيولوجيكال سيلز اند تيشو. يبقى هو فيسيولوجي بيقيس الالكتريكال بروبرتيز للبيولوجيكال سيلز او تيشو على مستوى ايه، بقيس الالكتريكال اكتيفيتي على ممكن على مستوى البروتينز اللي في الاين شانل لحد على مستوى الهول اورجان زي الهارت او البرين. يبقى هو بيقيس involve measurements of voltage changes أو electric current on a wide variety of scales بداية من single ion channel proteins to whole organs زي الهارت. يبقى أنا هنا بعمل ECG أو electrocardiogram أو البرين اللي هو الـ EEG أو electroencephalogram. تمام، يبقى ده بخصوص ايه definition بتاع الالكتروفيسيولوجي. بيفيدني في ايه الالكتروفيسيولوجي، ان انا اقيس الفولتج تشينجز او الكتريك كارنت ل اورجانز زي البرين او النيورونز. ده بيساعدني في عمليه ان انا بعمل دايجنوزس الكترو دايجنوزس اند مونيتورنج، هل في ابنورماليتي في البرين، في انهي برين ريجنز بالظبط اللي فيها المشكله. فبقدر اعمل دايجنوزس وفي نفس الوقت مع التريتمنت اقدر اعمل مونيتورنج للبرفورمانس بتاع الدراج او لتطور الحاله، هل الحاله بتسوء ولا ثابته. يبقى يوسفل فور الكترو دايجنوزيس اند مونيتورنج. في النيوروساينس بتعمل ميجرمنت الكتريكال اكتيفيتي او الاكشن بوتنشال للنيورونز. يبقى انا بشوف الكتريكال اكتيفيتي او الاكشن بوتنشال للنيورونز، ده استخدام الالكتروفيسيولوجي في النيوروساينس. في حاجه اسمها كارنت كلامب، ده كومن تكنيك في الالكترو فيسيولوجي. يبقى الكارنت كلامب ده كومن تكنيك في الالكتروفيسيولوجي. بيعمل ايه؟ بشوف الريسبونس بتاع السيل لما يدخل فيها الكتريك كارنت. يبقى ميجر الريسبونس هاو ان السيل ريسبونس انترينج الكتريك كارنت. This technique is to study how cell responds when electric current enters a cell. طب ده مهم في ايه؟ مهم ان انا بعرف الريسبونس للسيل نيورو ترانسميترز، لان النيورو ترانسميترز بتتكون في السيل نتيجه لايه؟ نتيجه ان حصل الكتريك كارنت، ان حصل اين تشانل اتفتحت، يعني دخل لها كهربا. فالريسبونس بعمل ستادي الريسبونس للسيل نيورو ترانسميترز اللي هي بتشتغل اصلا لما الاين تشانل تفتح. فانا بشوف لما هدخل كهربا ايه النيورو ترانسميترز هيحصل فيها ايه، والسيل هتبقى الريسبونس ليها ازاي. يبقى it is important for understanding how neurons respond to neurotransmitters that act by opening membrane ion channel. واشوف الريسبونس بتاع السيل. بيفيدني في ايه الالكتروفيسيولوجي بالنسبه للفيزيشنز او السبيشاليست، ان هم يقدروا ان هم يعملوا ديترمينيشن ان هاو النيورونال ديس اوردر بيحصل ازاي، حصل المشكلة. ان انا بعمل investigation للبرين activity بتاعة الانديفيديوال، يعني بشوف انهي مناطق light بتنور في البرين لما البيشنت ده يتعرض لسيتويشن معينة، سيتويشن حاجة تخوفه حاجة تفرحه حاجة تخليه يقلق. طب انهي مناطق من البرين بيحصل لها light up في سيتويشنز معينة، فانا ابتدي ان انا اعرف how ان neuronal disorder حصلت. يبقى ان neuronal electrophysiology doctors specialists determine how neuronal disorder happen by looking at the individual's brain activity
activity such as which portions of brain light up during any situations encounter. ده بخصوص طبعا الالكتروفيسيولوجي اكزامينشن بشكل مبسط، يعني ايه هو عبارة عن ايه. بعد كده تالت حاجة هتكلم عنها في الكاتيجوري بي او سبلمنتري ستادي، اللي هي دراج ديبندنس لايابيليتي. هل الدواء بتاعي ده بيعمل ديبندنس ولا لا؟ ايه هو الديبندنس؟ الديبندنس هو ان ابيليتي الانديفيديوال ان هو يشتغل بشكل طبيعي in absence of الدراج اللي هو عامل عليه dependence، وكمان يظهر عليه withdrawal symptoms لو الدواء ده اتسحب منه، او لو انا استخدمت antagonist للريسبتور اللي الدواء ده بيشتغل عليه. يبقى تعريف الديبندنس تاني هي inability of the dependent individual to function normally in absence of the drug and is associated with withdrawal symptoms upon discontinuation of the drug or administration of an antagonist. يبقى ده تعريف الديبندنس. الديبندنس ممكن يكون physical dependence، ممكن يكون psychological dependence. physical dependence يعني حاجة physically اقدر ان انا اقيسها، اقدر ان انا اشوفها، زي البادي تمبريتشر، او ان يحصل له سيجرز، او يحصل له هالوسينيشن، فدي physical dependence حاجة objective. او يكون psychological dependence ان هو بلاقيه في drug seeking behavior، يعني البيشنت بيدور على الدواء، انا عايز الدواء، هو فين، محتاج يطمن ان هو جنبه، محتاج. يبقى في psychological dependence وفي physical dependence. يبقى physical dependence زي ما قلنا هو objectively demonstrated by signs such as body temperature changes, delirium with seizures. psychological dependence indicated by drug seeking behavior. example لدrugs abused وفي نفس الوقت بتعمل dependence: كوكايين، هيروين، والكحول. يبقى دي drugs abused وبتعمل physical و psychological dependence. هل معنى ان drug abuse انه بيعمل dependence، ومعنى ان drug بيعمل dependence انه هو يبقى abused؟ لا، الابيوز حاجة والdependence حاجة تانية. dependence and abuse aren't synonymous، مش نفس المعنى. الابيوز هو inappropriate use of drug، انا بستخدم الدراج استخدام خاطئ، ما بستخدمش الهيروين والكوكايين على انه انالجيسك، لا انا بستخدمه علشان هو بيعمل لي ديبندنس، يبقى انا بعمل ابيوز، انا مش محتاجه اصلا في الطبيعه، انا مش محتاج ان انا اخده. يبقى inappropriate use of drug and that may occurs in absence of any evidence of physical dependence. اذا معنى كده ان في ادويه بتبقى ابيوز ما تعملش ديبندنس، for example الماريجوانا او ال LSD largely abused، تمام، but neither physical or psychological dependence is evident except in rare cases. يبقى في العادي ان ال LSD والماريجوانا الدراجز دي abused، بس لو البيشنت وقفها او الانسان وقفها مش هيحصل له حاجه، مش هيحصل له dependence عادي، تمام. يبقى دي example لدراجز abused ما بتعملش dependence. طب هل في examples الدراج بتعمل ديبندنس من غير ما تبقى ابيوزد؟ كتير قوي. السايكو ستيمولانت، القهوه، الشاي، كافيين، عادي بتستخدم مثلا مرتين ثلاثه في اليوم ما يعتبرش ابيوز، بس الديبندنس عملت عندك ديبندنس. الانالجيسكس بستخدمها لحاله معينه، عنده كرونيك بين مضطر يستخدم الانالجيسك بشكل كرونيكلي، ف بيبقى عنده ديبندنس ليه، تمام. بالاضافه للانزيوليتكس، سيداتيف، الهيبنوتكس، بعض الانتي ديبريسنت زي الترانيل، سيبرومين، والامينيبتين، والانالجيسكس. يبقى الدراجز دي بتبقى بارتيكولار برون تو بي اسوشيتد ويز ديبندنس، مش شرط ان هي تبقى ابيوزد، تمام. الشوكولاته برضو ما هي بتبقى يعتبر نوع من الديبندنس، ممكن تبقاش ابيوزد. طيب drug dependence liability بعمل تيست ليها ازاي؟
test for drug dependence potential ان انا بعمل بجيب الانيمال واعمل repeated administration للدواء. يبقى انا بدي الدواء بتاعي النهارده وبكره وبعده بشكل daily repeated administration للtest substance. بس الاحسن ان انا ما اديهوش لرودنتس زي الراتس او المايس, الاحسن ادي الحاجه primates اللي هي القرود الرئيسيات, يبقى non human primates not rodents, لان primates better predictability للhumans. يبقى انا في test independence بديل primates بديل monkeys عشان بيبقى البريدكتابيليتي للهيومن بتبقى احسن من ما ادي لي الرات. طيب بعد ما انا عودت الانيمال على الدراج بتاعي ابتدي ان انا اعمل discontinuation, او لو انا عارفة ان ليه بلوكر ادي البلوكر بتاعه واشوف الريسبونس بتاع الانيمال هيبقى ايه. يبقى drug discontinued or a specific antagonist is administered, the occurrence of withdrawal signs if any is ريكورد. تمام, يبقى انا كده عملت تيست للدراج ديبندنس. يبقى انا كده شفت تيست الكوجنيتيف فانكشن اللي هي ريديال ارم ميز والموريس ووتر ميز واوتو شيبنج ذا ليفر بريس تاسك. شفت الالكتروفيزيولوجي اكزامينشن بستخدمه في ايه وايه اهميته, وشفت كمان الديبندنس ازاي بعمل اكزامينشن هل الدواء ده بيعمل ديبندنس ولا لا. بعد كده هنشوف ايه علشان اعمل اكسبيرمنت, وده بيمشي على كل الاكسبيرمنت يعني مش بس للبتوع الكوجنيتيف فانكشن. يعني how to do it right, ايه هي البرنسيبلز اوف كود اكسبيرمنتال ديزاين, ودي قلناها خلال الشرح كتير. ان انا لازم استخدم فيهيكل ولازم استخدم بوزيتيف ونيجاتيف كنترول لو هو متاح طبعا حسب الحاجه اللي انا بعمل ليها تيست, انه يكون الاكسبيرمنت اللي بعملها للنورمال والكنترول والبوزيتيف والنيجاتيف كنترول ان هي يكون نفس الانفيرومنتال كونديشنز, ابقى متحكم في الهيوميديتي في التمبريتشر في اللايت في الاودر. ان الاكسبيرمنتال يبقى ويل تريند, يبقى اكسبيرينسد, الشخص نفسه متدرب كويس وعنده اكسبيرينس. لما استخدم عدد الانيمالز لازم يبقى العدد كافي بحيث ان لما اجي اعمل statistics تبقى نتائج الاستاتستكس ريلايبل اقدر اعتمد عليها. ما اقدرش اعمل تيست على ثلاث اربع فران واقول خلاص النتيجه كويسه او وحشه. لازم العدد يكون كافي كبير بشكل كافي ان انا اقدر لما اجي اعمل statistics النتيجه فعلا تبقى ريلايبل واقدر اعتمد عليها. بالإضافة كمان إن route of administration لو الدواء ده هدي oral فأنا بدي الانيمال oral, intravenous في البيشنت أو في الانديفيديوال هدي intravenous يبقى دي intravenous, يبقى نفس route of administration أنا هستخدمه clinically بعد كده. بالإضافة إن adverse effect أنا بشوف time course of adverse effect, مش أنا بشوف بس adverse effect حصل ولا لا, أشوفه حصل بعد قد إيه والduration بتاعته استمرت لمدة قد إيه. يبقى دي بعض ال principles of code experimental design. appropriate vehicle negative positive control group should be included in experimental design. a test environment like temperature and humidity and lighting and noise and odors should be well controlled similar for test drug positive negative control. the observer should be experienced well trained individual. ولازم كمان ما قلناش انه يكون blinded, ما يبقاش عارف, يبقى في حد جايب له الدوائين او الثلاث ادويه 1 2 3, مين فيهم فيهكل مين فيهم التست مين فيهم بوزيتيف كنترول مين فيهم نيجاتيف كنترول, يبقى بلايند يبقى مش عارف عشان مبقاش فيه بايز مبقاش متحيز للدواء. تمام, السامبل سايز زي ما قلنا لازم النمبر اوف انيمال تيست يعني شود بي اديكيوت فور ريلايبل ستاتستكس. تايم كورس الادفيرس افكت لو حصل بعد قد ايه وحصل وقت قد ايه should be investigated. التست دراج administered عن طريق نفس route of administration اللي انا هديها clinically. ما قلناش الدوز رينج, انا بدي انهي دوز, انا بدي several doses زي ما قلنا ممكن توصل ل 6 doses. الدوزز دي تبقى cover therapeutic او clinical therapeutic range اللي انا هديها للpatient. المفروض في equation هحاول الدوز من الدوز بتاعت الرات للدوز بتاعت الهيومن تبقى cover
الثيرابيوتيك رينج، يعني من بقى يعني لازم يبقى الرينج ده بيدي ثيرابيوتيك افكت وما يديش التوكسيك افكت. بس انا كمان هزود شوية، يعني انا كفر الثيرابيوتيك رينج اللي هو بيظهر فيه الافكت and exceed it، بزود شوية to make up for the species difference pharmacodynamic sensitivity، عشان وجود ال difference في ال pharmacodynamic sensitivity ما بين ال species، عشان أأمن، يبقى أنا بأمن بالزيادة إن الدوز لو زادت كمان مش هتدي effect على ال CNS. يبقى ال dose range cover ال clinical therapeutic range and exceed it to make up for species difference pharmacodynamic sensitivity. حاجه كمان ان ممكن يظهر ميتابولايت في الهيومن ويبقى ليه افكت، بس الميتابولايت ده ما بيتكونش في الانيمال في الرات. يبقى انا بعمل تيست ليه الدراج البيرنت دراج على الرات، وكمان على الميجر ميتابولايت، ميتابولايت الاساسيه الرئيسيه الاكسبكتد ان هي تتكون في الهيومن، عشان انا ممكن الدراج نفسه البيرنت دراج ما يظهرش افكت على الريت، اجي اديه على الهيومن يظهر عشان في ميتابولايت اتكون عند الهيومن هو اللي ادى التاثير. يبقى انا بعمل تيست دي الميجر ميتابولايت ان هي اكسبكتد تو بي فورمد في الهيومن على الانيمال بالاضافه للبيرنت دراج. خلصت الاكسبيرمنت، هل الدواء بتاعك ادى بوزيتيف ريزلت؟ يعني ايه؟ هل اثر على كوجنيتيف فانكشن؟ هل عمل ديبندنس؟ اثر على الالكتروفيسيولوجي اكزامينيشن؟ اه وارد انه يكون عمل كده. طب هعمل ايه؟ حل من اتنين مع البوزيتيف ريزلت. ستوب ات ذيس ستيج اوف دراج ديفلوبمنت، خلاص وقف، شكرا الدواء ده مش هينفع ان هو استخدمه كلينيكالي، خلاص اصلا انا اكمل عليه بقيه الاكسبيرمنت او بقيه الاستاديز. طب ملوش بديل والثيرابيوتيك افكت بتاعه هايله وبيأثر بس على الكوجنيتيف فانكشن او على الميموري لفتره معينه، طيب يبقى الحل التاني لازم يبقى فيه وارنينج تايز has to be included in the drug brochure for patient. ما يعملوش ايه زي اللي بياخدوا الفيرست جنريشن انتي هيستامين، لازم اديله warning ان هو not to drive or use machinery او any activity محتاج alertness after taking this drug. يبقى الدواء ده لو انت خدته ما ينفعش تشغل مكنة، ما ينفعش تسوق عربية، ما ينفعش تعمل اي activity محتاجة منك alertness بعد ما تاخد الادوية دي. بالنسبة لسواقة العربيات تلاقيوا ان 32% من الفيتال كار كراش بيكون فيها انتوكسيكيتد، يعني انتوكسيكيت واخد سي ان اس ديبريسنت او واخد الكحول. يبقى الشخص واخد سي ان اس ديبريسنت او واخد الكحول سواء كان الشخص اللي بيسوق او اللي ماشي، يبقى 32% of fatal car crashes involve an intoxicated سواء بالالكحول او other سي ان اس ديبريسنت درايفر اور بيديستريان. ايه هي الليميتيشنز للتيست اللي انا بعملها عشان اشوف السنترال ادفرس افكت او البوتنشال ادفرس افكت على السنترال نيرفوس سيستم؟ ان انا بعملها على الانيمالز كبري كلينيكال ستادي، ليها ليميتيشنز. اول حاجه بروتكتيف بيرفورمانس، ودي حاجه منطقيه، هل النتائج اللي انت وصلت ليها للانيمال تقدر على طول انت تعملها اكستربوليشن للهيومن؟ يعني خلاص اخدها حاجة مسلم بيها الدواء ده ما بيأثرش على الكوجنيتيف فانكشن فخلاص الهيومن ياخده بشكل سيف؟ لا طبعا. يبقى الفاليديتي ان انا اعمل اكسترابوليشن للريزلتس للهيومن، عشان تعمل كده لازم يكون في بارالل، لازم يكون في تساوي ما بين الانيمال والهيومن في السايكولوجي وفي الفسيولوجي، وده طبعا مش موجود لا في السايكولوجي ولا في الفسيولوجي. يبقى predictive performance انا متوقع الاداء بتاع الدواء بتاعي، الفاليديتي ان انا اعمل extrapolation للresult to humans depend على upon the existence of parallels in both physiology and psychology because these animals and humans between these animals and humans.
يبقى انا في الحاله دي محتاجه اعمل ايه؟ طبعا وده اساسي، ان لازم يبقى فيه كلينيكال ترايلز على الهيومن علشان اقدر اعمل اكستربوليشن الريزلت زي ما انا عايزه الهيومن. تاني حاجه، هل التست بتاع الكاونت فانكشن او بتاعه الميموري قدرت تفرق لي ما بين امنيسيا ان هي جاست لوس اوف ميموري بس، وديمنشيا اللي هي فيها لوس اوف ميموري وريزونينج وجادجمنت وكوجنيتيف ابيليتيز تانية ولانجويج؟ لا طبعا، ما انا مش هشوف الكلام ده في الانيمال، انا كل اللي هلاحظه ان حصل له لوس اوف ميموري. ايش عرفني دي امنيسيا بقى ولا ديمنشيا؟ ما اقدرش. طب ديليريوم اللي هي اكيوت كوجنيتيف ديسفانكشن او امبيرمنت، مش هعرف عنده كونفيوجن ولا عنده ديليريوم ولا عنده امنيزيا ولا عنده ديمنشيا، كلهم بالنسبه للانيمال هيظهروا لي بنفس الشكل. يبقى انا ما قدرتش افرق من ده في الانيمال. تالت حاجه، لو الادفرس افكت بتاع الدواء بيعمل هيدك، بيعمل ديسورينتيشن، بيعمل هالوسينيشن، انا مش هعرف اكتشفها في الانيمال. يبقى difficulty نعمل detection ال adverse effect زي ال headache زي disorientation زي ال hallucination في الانيمال. في الغالب التست دي قلناها برضو في المحاضرة اللي فاتت، ان انا بديها single dose. انت بتعمل 6 groups بياخدوا 6 doses، بس كل واحد بياخد الدوز بتاعته مرة واحدة، وبعدين تتابعوا بقى بعدها بربع ساعة بنص ساعة بساعة ساعتين يومين، بس هو خد الدواء مرة واحدة. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان معظم الافكت بتاع الدواء اصلا بيظهر بعد ما ادي الدوز كذا مرة، يبقى انا اتغلب على الموضوع ده ان انا اعمل ايه؟ اعمل repeated drug administration. يبقى التست generally performed using single dose من التست drug، however many adverse effects ممكن تبقى due to cumulative action او accumulation للدراجز. يبقى انا هتغلب على الموضوع ده ان انا اعمل ريبيتد ادمنستريشن للدراج. كده يا جماعه نكون خلصنا الجزء بتاع السي ان اس في البري كلينيكال ستادي او سيفتي فارماكولوجي ستادي. اي اسئله هنعرف ازاي ان شاء الله ان احنا نتواصل معاكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.